ما أثر البطن، أنا أقوم بالضغط الشديد حتى يرتفع الرحم من أسفل البطن إلى الأعلى مع عدم التسبب في ألم في أسفل الظهر من شدة الضغط، ونقوم بتدليك المنطقة المليبة الأيمن 3 مرات حتى منتصف أسفل البطن، ويتكرر ذلك مع المنطقة المليبة الأيسر، كما حركة عقارب الساعة من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين مع رفع الرحم من أسفل البطن حتى الأعلى. هذه إن شاء الله ترجع الرحم إلى مكانه. من كانت تشتكي من التكيسات أو ميلان أو نزول أو حمل متكرر أو شل أشياء ثقيلة، تكمل إن شاء الله بالحساب حق جدنا.